السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم فيديو جديد غنديكم معايا حتى لمدينة فاس عند ما كليونت اللي غادي ندي ليها لا ريفريزون ديال التيرموميكس. تابعوني حتى لاخر الفيديو. الحمد لله انا عاد وصلت دابا المدينة اللي انا جيت ليها هي فاس. فاس العريقة ما شاء الله عليها، كتعجبني هاد المدينة بزاف. اليوم غادي ندوز معكم واحد لا ديمونستراسيون اللي غندير مع ماكليون، راني غادي نحطها لكم في ستوري، تسناوني. كما كتشوفوا هاد الجزء الاول غادي نوجدوا فيه البراوني اللي كتجي سهله بزاف الترموميكس، غادي تشوفوا الطريقه. وغادي نديرو كذلك السفه اللي غادي نديروها حتى الجزء الثاني، السفه بالكوك والكراميل او بلا بات ديال البيستاش، مي كتجي بريستيج وكتجي معلكه، كتجي ساهله في الترموميكس. في الجزء الثاني غادي تشوفوا الطريقه، وفي هذا الجزء الاول غادي ندير معكم الخبز بواحد الطريقه جد ساهله اللي غادي ينجح معكم لاول مره. بصحة اسماء، ربي يخليك. لاله فاطمه شكرا، ربي يخليك. هادشي الامانه وصلت في الوقت ديالها، ياك داكشي اللي اتفقنا. الحمد لله في الوقت ديالها الامانه، ربي يخليك. حسنتي تبارك الله عليك، دير بلاصتي من فاس حتى لعندي المعرض. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك لاله، شكرا. علاش ما رحتي ما نبقاوش على الكلمه؟ لا لا ربي يخليك لاله. قطعي قطعتها من هنايا، الله يدخلوا عليك بالصحه والسلامه والهنا. الله يبارك فيك اسماء، شكرا شكرا. شتي كما قلت لك كلشي كيجي جديد في الكارطون صح؟ لا لا الحمد لله. هادو يعطيك الصحة، الكاس ديالو يعطيك الصحة. وهذا هو الشاف. ايه فوالا، والله الشاف الشاف. مرحبا بك. مرحبا اختي، نحيدو لومبالاج ديال الشاف. ها هو الشاف، ها انت هو، هذا هو الشاف. مرحبا به. دابا غادي نديرو هذا لابريز كما العاده، كنحطو على لابلانش باش ما هذا، ولكن قبل ما غنبروشيو كنجرو هاد الكابل هذا حتى كيبان حيت لوغوج هذا عمرك ما تخليه لداخل حيت غادي يسخن. فهمتي انا كان انا منكم ما تخليوش هذا لداخل الترموميكس، مع الوقت راه كيسخن، خصو يكون خارج هاد الباندا الحمراء اللي في هاد الكابل. ودابا وضروري مستابيليزاتور، ستابيليزاتور خصو يدار مع الوقت. خودي دابا غادي نديرو ونديرو في لابريز باش نديرو الديماغاج. وهنا قولي بسم الله وبركي. يلا بسم الله. وهنا من بعد ما غادي يسالي الديماغاج ديالو ولي ميساجور غادي نبداو في لا ديمونستراسيون، وغادي نبداو نحكمو لو بول هو الاول. حاجة كنديرو بالونس باش نحكمو لو بول، غادي نعبر ميليغرام. شوفو الميزان، هاهو هاهو كيعبر. غندير 1000 ديال الطاق باش غادي الطاق باش كنعاود تالي الميزان من جديد. علاش غادي نعبر الخل؟ غندير 50 غرام ديال الخل، وغادي نجي هنايا غاتجيو لهاد الفونكسيون ديال نيتواياج. غادي ندير الكوفركل وبالعين شاك فونكسيون اللي كطلع كطلع لكم ليكسبليكاسيون الشرح ديال علاش كتصلح. الفاكل مع الكوبلي، هنا غادي نجي ندير نمشي للسيليكتور وهذا، وغادي نمشي هنايا يونيفرسال. من هنا غادي يعطيني 8 مينوت يسالي نيتواياج ونبداو لا ديمونستراسيون. اي فوالا، هاو نيتواياج. دابا غادي نخويو بالنسبه لدابا غادي نبداو نديرو الخبز. هنا عندي الزرارة باش غادي نكرصوه، الزريعات الانواع نتوما اللي بغيتو، زيت الزيتون، الخميره، الملح، الدقيق غادي نديرو الكامل مع الدقيق الابيض. ها نتوما معايا حتى لاخر الفيديو. 400 غرام وغادي ندير من الفرص، غادي نغربلوه. هنا درنا 700، غادي ندير طاغ وغادي نعبر الخميره، غندير 15 غرام. صباينا في ساعه يخمر 15، وغادي ندير شويه ديال الا بغيتو تنسمو شو غادي بغيتو. عندي شويه ديال الزعتر، وغادي ندير زيت الزيتون
غندير غير 10 نسيب ندير الزيت، وغادي ندير كذلك شويه ديال معلقه ديال السكر اولا دسم الا بغيتوا باش يجيكم ندير غير ندير باش الخميره تنفعل. صافي دابا غادي نديروا الماء، حنا درنا الملح غنخليها تنبت عاد غادي نزيدوا الملح تبقى واحد جوج دقائق وغادي نزيد الملح. دابا غادي درت 700 غرام تعقلي 700 غرام ديال الدقيق، غادي ندير 400 غرام ديال الماء. بسم الله الماء راه غير بات يعني ديال الروبيني. هنا غادي ندير الكوباكيت ديالي وغادي نجي هاد السبوله هادي غندير بيتخون ونجي هنا هو سيليكسيوني غادي ندير 5 ديال الدقائق وغادي سيليكسيوني على السبوله وهذا السيليكتور غير غنقيسو غير ها صافي ها هو دابا بدا كيعجن وهنا كتطلع عليه الا كان الدقيق كيشرب راه غيبان ليك هذيك الساعه كتزيدي غير من الكورلي كتزيدي شويه من هنا 5 دقائق احنا بقى كما كتشوفوا هنايا دابا غندير الملحه وغندير نزيد معها شويه الماء لان خاصنا بلاتي غادي ندير غادي ندير شويه الملح ديال الملحه القياس هنا في الماء ديريها في الماء نزيدي مزال شويه حتى هنايا الدقيق ديال القمح كيشرب دابا غادي نزيدو وانا غنبقى نزيد ليهم شويه اسمعي نكمل شي حاجه نزيد شويه ديال غير شويه يجيك شويه الصوص الملحه كنخليوها تنفخ باش الخميره تنفع علينا هي 470 يعني 500 غرام ديال الماء درنا 700 غرام ديال الدقيق ودرنا 500 غرام ديال الماء عقلي عصافي خلاص غتبقى هاد القياط اللي غتبقى مسجلي ولجميع السيدات اللي غتبغيو تاخذوا وقت صبحهم لعجينة الخبز ها هي الطريقة ديال العجينة كيفاش غنشوها صافي دابا ها هو دابا غادي نخليوه يخمر ها هو صافي غادي نسكتو وغادي نهزو دوزيام بول غادي نخلي دابا الخميرة العجينة ديالنا هنا هانتوما شتي ها شتي كتجي الله يعطيك الصحة رائعة بصحة تخموميكس بصحة تخموميكس ديرو البغاوي ها كيفاش غادي ناخدو البغاوي من هنايا غادي ناخدوها من لابليكاسيون كوكيدو هنا كتجيك الغوشيغش غادي ندير براوني وغادي يطلعوا ليا بليزيوغ اللي هما هذو كنعزلو اللي بغينا حنا هنايا موجدين ديجا الكركاع هنا غادي نكتب غادي نعزلو هادي بحال دابا باغ اكزومبل انا بغيت هادي كنديرها كوتيديان غادي نجي لهاد لي 3 بوين اللي كتشوفوا وغادي نحطها في مي فافوري باش المره الجايه نبغي نعاودها غنمشي لي فافوري ونلقاها اي غوسيط هنايا بان كليك عجبات كتمشي كتحطي غير من هاد لي بوا ولا غير من التليفون ديالك تقدري تحطي داكو دابا غادي نديرو نكليكيو عليها وهنا عندك لي زانغريديون كلشي غادي يعطونا كاع لي زانغريديون اللي كاينين ها هما حنايا موجدينهم دابا غادي نديرو كومونسي ا كويزيني وغادي نسخن الفران على 180 درجه وغادي نتبعو كاع لي زيتاب كاملين وهانتوما معانا صافي كيما كتشوفوا دابا البراونيز فيها تاعي الشوكولا غادي نعبر في الميزان غندير الشوكولاط بحال هكدا نزيد 50 غرام هنا عطاني 5 سكوند سرعة 7 5 ديال الثواني سرعة 7 غادي بدا كتسخن عليك غتسمع 7
هانتوما شتو طحنو. دابا غادي نغاكليو نهبط الجوانب. ما تذوبوش هو ما تذوبوش؟ لا سير غيذوب. دابا كي دابا كي هذا كيطحن لك يهرمش لك بعدا كيهرشي وعاد دابا هو قال لك الزبدة غادي نحطو الزبدة 200 هي الزبدة بحرارة كطبخ غدوب لينا. دابا غادي ندير وغادي نرد الكوكاكل وندير سويفون هنا 4 ديال الدقايق درجة الحرارة 70 وغادي ندير السرعة 2 من هنا 4 دقايق يذوب ليا الشكلاط مع الزبدة غيجيبهم هما هادوك صافي دابا غادي نديرو سويفون ها هو شتي اسماء دابا اجي تشوف الشوكولا كيفاش دابت مع السبته دابا غادي هنيك والله لا يهني دابا كنتي شحال هذيك الصخي مضربه كنبقى نضربه مع داك الباماغي وداك الشيء والله الا دابا مزيان دابا غادي هنيك تبارك الله عليها لي كاطو ديال سدوازاتاي وداك الشيء ان شاء الله راه مازال غادي نبارطاجيها لكم ان شاء الله ربي يخليك شكرا اللي كديروا كلشي تفضلات باش تجيب تيرموميكس هو اللي غادي يساعدها وغادي يعاونها على الخدمه ديالها والله يسهل عليك امين دابا قال لك ديريو 380 غرام من السكر غادي تشوفوا هاد الشوكولا شحال فيها هادي هي الشوكولا اللي درت شحال فيها ديال هذا 70 55 هادي حلوه ما غاديش ديروا هاد القدر ديال السكر غيجيكم طرو غادي يجيكم طرو سكري دابا غادي ندير غير 200 لا غير 200 غادي ندير غير 200 ولا حتى 200 راه بزاف غيجي حلو لان الشوكولا هذا ندير غير 120 نقصوا من السكر ولا ندير 130 كما كتبغوا الحلاوه انا كنقص لي لا صافي صافي 140 صافي هنا غندير واحد القبيصه ديال الملح باش نهرسو قدو ديك الحلاوه هنا غادي ندير سويفون وغادي نضيفو هاد صد البيضات دابا غادي نضيفو البيض بسم الله وغادي الملح درتها 150 غرام ديال الفارين وغادي نعبرو ندير طاق 150 لو كوفركل مع الكوبلي هو هذا وغادي ندير على هاد الطريقه هادي طرق وغندير سويفون وهنا عطاني دقيقة سرعة 4 راه كيعطيك هو البروغرام سمعت كيعطيك حتى السرعة كيعطيك السرعة 4 راه كيكسب لك كلشي هنا دابا ها هو كيميكسي دابا صافي غندير سويفون كيقول لك غاكلي يعني تهبطي هاد الجوانب كامل كيبقاو هنا إلا بقات شي طحين ولا دابا غادي ندير سويفون وغادي نزيد 150 غرام ديال غادي ندير النوا شوفي النيسان شويه انا غادي ندير دابا غير 150 خليها باش تبقى ليا باينه هذا دابا غادي تطحن معاه غندير سويفون او غادي نعاود ندير سويفون شتي ها هو كيعطيك هنايا هو عطاك شنو ديال الثواني قال لك فيتاس 3 غتجي للسيليكتور كدوري حتى ل 3 غادي بلاتي غادي نقص ندير واحد 8 وغندير الفيتاس دابا غادي هنيك الحلويات والله الا ياكي غادي نديرو ديكوراسيون
شويه وهنا ندير هذا اكثر. هنا غادي ندير الشوكولا هنا وهذا دابا غادي نديرو في الفرن 20 دقيقة حتى 25 دقيقة ما تفوتوهاش صافي وكتخرجوا باش غادي يكون طويل لو بون رابيدمون بلا ما نمشي نيتواياج. انا غادي نوريك مانيول كيفاش غادير. يعني دابا باش نتغسل لنا غادي نحط لو بون ياك غادي نخرج من هادي صافي غنجي هنا غندير 5 سكوند غنجي هذا سيليكتور وغادي نسيليكسيوني لا فيتاس السرعه غندير 10 غنجيب حتى لهنا صافي ها هو التغسيل. دابا هو غادي يتحل صافي هانتي غسلتي فيه صح هانتوما الخبز خمير تبارك الله. دابا غادي نجي هنا وندير بيتخان باش نحيد وندير غير واحد دقيقة يتعاود يتحيد لي داك الهواء ديال العجينة نهويه وغادي دابا إلا بغيتي باش تحيديه ديرلو هاد الطريقة جيت ساهلة بزاف غديري تحلي شتي درتي يدي هنايا وغادي نوقف هاهي العجينة غتهبط ليا مع الموس حتى حاجة في لو بون وتاني كديرلو نيتواياج في هدا في التيرموميكس هو كيغسل راسو براسو. يعني غديري نديرو الما ونديرولو تاني نيتواياج في بيتخان باش تحيد العجينة نحطو هنا وغادي نحيد هكذا بغيتي ونصال كبار وي ندي فيها الماء وغادي نهز وغادي ندير وغادي ندير في الزرار وغادي نكمل هادشي كله. صافي كملت الخبز كامل خليته جانبا اخمر ودابا كيفاش تغسلوا لو بول عرفنا بان التيرموميكس كيغسل راسو براسو هنا غادي ديروا نيتواياج بيتخان غادي غير تعاودي لي شويه واحد البونجا وصافي. من بعد ما ارتاح واحد 5 دقائق فلحتو وكان الفران سخون على 250 درجة غنخليه ربع ساعة وما تنساوش ديروا واحد الطويصة اللي كتعطينا كنديروا فيها الماء هي اللي كتعطي ديك لافابور وكيجينا خبيز بحال هكذا كيجي هشيش كما كتشوفوا وهذا هو الخبز ديال التيرموميكس. الحلقة الجزء الثاني ان شاء الله غادي نكملوا الصفة والعصير ديال المونك. شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو جديد آخر إن شاء الله انتظروا الجزء الثاني.